السلام عليكم. طيب جاهزة؟ جاهزة. السؤال يقول: كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ 12 سجدة أم 15 سجدة أم 17 سجدة؟ اسمعيني جيدا يا شيخة، انتبه. عدد السجدات في القرآن الكريم هي 15 سجدة. انتبهي منه. خذي هذه الإجابة، خذي هذه الإجابة. أثناء لا 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 يمكن تأخذين الإجابة. كم 12 15. قالت 12 ولا 15؟ قالت 15. لا قالت 12 15. وانت تقول تغشيش تقول 12. لا انا ما ادري، انا يعني انا ترى هذا دقيقه خلينا نرى الاجابه يا اخي. شو الاجابه؟ انت ليش فرحان؟ ليش فرحان؟ لكني انا قلت يس. والله انا خفت. اسمع، انا خفت اني خفت انني خطيتها، فالحمد لله انها جاوبت صحيحا، الحمد لله. ولكن من ساعدها؟ دينار. من قال لها 15 سجدة؟ يقول لك في كل رجل شرير قلب لين بإذن الله أن يساعد لو شوي، وفي كل رجل طيب داخله شرير يخطئ الناس بالإجابات. دعنا نختار مفتاح لشيخة. نعم، دعها تختار مفتاح شيخة